بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على سيد الخلق بالقاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره وهداه إلى يوم لقياه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى فاتحة حلقات برنامج قضايا معاصرة. قضايا معاصرة نحاول من خلاله أن نتطرق إلى جملة من القضايا الفقهية المعاصرة التي يحوزها زماننا ويكثر السؤال عنها في حاضرنا بفعل نوازل قد ألمت بالأمة، بفعل مستحدثات كثيرة دخلت في حياة الناس الطبية والمالية وجوانب الحياة المختلفة. في حلقتنا الأولى سنتوقف معكم مشاهدينا الكرام عند فقه النوازل. ما الذي يعنيه هذا الفقه؟ ما هي النوازل المقصودة؟ ومن هم الذين يقع على عاتقهم التصدي لهذه النوازل، الإفتاء فيما يتعلق بها وبكل أمور طرأت في حياة المسلم في زماننا المعاصر؟ نسعد وإياكم أن نكون في أولى حلقات قضايا معاصرة مع فضيلة شيخنا الدكتور العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، والذي نسعد بأن يكون معنا مؤصلا لنا ومفتتحا معنا أولى حلقات هذا البرنامج. حياكم الله فضيلة الدكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم وزادكم من علمه وفضله. وسنبدأ مع فضيلتكم شيخنا تأصيلا شرعيا لفقه النوازل ولهذه القضايا المعاصرة الفقهية المعاصرة التي نستعرضها خلال حلقات هذا البرنامج. سنبدأ بالسؤال عن المقصود شيخنا بفقه النوازل. ثمة من يربط هذا النوع من أنواع الفقه بتقسيمات أخرى موجودة ضمن شريعتنا الغراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى قد أنزل هذه الشريعة المحمدية الخاتمة المصدقة لما قبلها والمهيمنة عليه، مضمنة في وحيين هما الكتاب والسنة، وهذان الوحيان قد انتظم كل هذه الشريعة وكل تحتاج إليه الناس. فالشريعة إنما نظام لأهل الأرض ينظم لهم علاقاتهم بالله وعلاقاتهم فيما بينهم، ويبين لهم الحلول في الأمور التي لا تصل إليها عقولهم. فالناس يعرفون ما يحبون، ولكنهم لا يعرفون مصالحهم، وبالأخص ما يتعلق بمصالح الغيبيات كمصالح الأخروي المصالح الأخروية ومصالح المستقبل. فهي أمور لا يتصل إليها العقول، كما قال الشاعر: وأعرف علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فيحتاج إلى تنوير فيها خارج عن نطاقه، وهذا التنوير هو بالوحي الذي سماه الغزالي رحمه الله وحي من الخارج، عقلا من الخارج. فهو مدد رباني أمد الله به العباد ليعرفوا كيف يتعاملون مع الله، كيف يتعاملون مع الله، يتعاملون فيما بينهم معاملة صحيحة ليس بها غبن ولا ظلم ولا إجرام. لأن الناس لو وكلوا إلى آرائهم وعقولهم وقطعوا بينهم الأرزاق ولم يساوي بينهم في ذلك، لكان الغني القوي يأخذ ما يريده بالإكراه والغصب، وكان الضعيف أو يأخذ ما يريده بالسرقة والاحتيال، وكل ذلك يؤدي إلى الحروب والمشكلات. فشرع الله للناس ما ينظم علاقاتهم، فشرع لهم البيع الذي ينال كل طرف فيه ما يريد، ليس فيه إكراه ولا احتيال ولا غصب ولا سرقة، وعليهم النكاح الذي يصلون به إلى مبتغاهم دون أن يكون ذلك واقعا في حرام أو فاحشة أو اختلاط في الأنساب واختلاط في الأرحام وغير ذلك. وشرع لهم كل العقود لهذا القبيل، كما شرع لهم أيضا العلاجات التي تقع في ما يقع منهم من الآثام والأمراض والفواحش، فشرع لها حدودا تجر عنها، رتب لهم أقضية تحكم بينهم وتنزل هذه الأحكام وقائعهم وواقعهم.
كما شرع لهم قبل ذلك ما يتعلق بالعبادات وكيف يقيمون عباداتهم لله وكيف يؤدونها على الوجه المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا تكون الشريعة محتوية على كل مصالح العباد الدنيوية والأخروية، وكلها مضمنة في الكتاب والسنة. لكن القرآن محصور، فقد ختمه الله بموت محمد صلى الله عليه وسلم فلا وحي بعده. وآيات القرآن التي بين أيدينا بأكثر الأعداد 6236 آية، وآيات الأحكام منها لا تتعدى 500 آية حسب عدد من المجتهدين في هذا القبيل. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بين فيها شريعته بعمومها بكل ما فيها وبكل أنواعها، أتوقع سيوطي لا تتجاوز 300,000 حديث، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 حديث كما توقع ذلك البيهقي. وعلى هذا فإن النصوص محصورة ولا تمكن زيادتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا نبي بعده ولا معصوم بعده، فإن الله قال: وخاتم النبيين. والناس تتطور حياتهم فيتجدد فيها كثير من الرخاء وكثير من الشقاء وكثير من الحروب وكثير من المشكلات وكثير من الأمور المتجددة. وهذه الأمور لا يمكن أن تكون صريحة جميعا، صريحة الحكم في الكتاب والسنة. وقد أحال الله سبحانه وتعالى عند الجهل بالرد إلى أهل العلم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن لا تعلمون. الحمد لله. نعم، فاسألوا أهل شيخ. الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك أحال عند مجيء هذه النوازل بالرجوع إليهم، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم بطونه منهم. فبما أن محصورة وهي تتجدد كل يوم في حياة الناس، وبما أن النصوص محصورة ولا تمكن زيادتها، احتيج إلى استثمار لهذه النصوص واستخراج للأحكام منها يغطي كل الوقائع وكل النوازل التي تتجدد في حياتنا. فاحتيج إلى علم الاجتهاد، وهو علوم الشريعة يقابل علم الاقتصاد في علوم الدنيا. فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات و المبتغيات من الموارد المحصورة، حاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. وعلم الاجتهاد في علوم الشريعة هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل والوقائع غير المحصورة من النصوص المحصورة. ومعنى النوازل ما يتجدد للناس من الوقائع والأمور التي منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم ومنها ما هو مسكوت عنه ومنها ما جاءت النصوص بدلالة عامة له، ومنها ما يمكن أن يتداوله نصان مختلفان أو أكثر. فلذلك كان العلم بالنوازل من أهم أنواع علوم الفقه. فعلوم الفقه كثيرة، منها علم الفقه المذهبي، ومنها علم الفقه المقارن بين المذاهب، ومنها علم الخلاف العالي، ومنها علم الفرائض أي التركات، ومنها علم النوازل وهذا اللي نحن بصدد الحديث فيه، ومنها كذلك أصول الفقه وقواعده وتخريج الفروع على الأصول، وكذلك علم الآداب الشرعية، وكذلك ما يتعلق بتدوين المذاهب وتراجم الفقهاء وطبقاتهم. هذه هي تقريبا نعم، علوم الفقه تزيد على 10 قليلا. ومن أهمها علم النوازل، لأنه تغطية لأمور فقهية جديدة لم تكن موجودة من قبل، وإنما يمكن أن يحال إلى أهل العلم فيها بالاستنباط من النصوص الشرعية. الله يفتح عليكم والذي شيخنا. يحل لهم الكلام في النوازل والبحث فيها هم ورثة الأنبياء الذين عرفوا دلالات الألفاظ وعرفوا ألفاظ الوحي المنزلة،
وعرفوا مواقع الإجماع حتى لا يخرقوا ذلك، وكانت لديهم أهلية وملكة تمكنهم من الواقع ومن تنزيل النصوص عليه، وهذه الملكة هي التي تسمى بالاجتهاد. فتح الله عليكم فمن كان شيخنا، كذلك، واعذرني على المقاطعة، ربما سنفصل في هذه الجزئية تحديدا مع فضيلتكم، وقد أصلت لنا شيئا جميلا فيما يتعلق بفقه النوازل بالجملة، لكن قبل ذلك شيخنا، هل من صور من اجتهاد الصحابة في ما يتعلق بفقه النوازل؟ ما المصادر التي يعتد بها؟ ذكرت القرآن والسنة وبعض الأشياء المستحدثة لا يجد الناس في القرآن والسنة شيئا حولها، فهل من مصادر أخرى يمكن الرجوع إليها، يمكن للمجتهد أن يرجع إليها؟ وماذا عن بعض الصور التي وردت في زمن صحابة ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أن الوحي محصور في الكتاب والسنة، لكن لدينا مصادر أخرى مكملة، منها إجماع الأمة فهو متضمن للقرآن، لأن الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومنها كذلك قول الصحابي، ومنها الإجماعات الفرعية كإجماع أهل المدينة والإجماع السكوتي وإجماع الخلفاء الراشدين بذلك، ومنها أيضا الاستصلاح أي طلب المصالح، ومنها الاستحسان، ومنها كذلك الاستصحاب، استصحاب حال قد كان، وهكذا. فالمصادر التشريع أوصلها الأصوليون إلى 33 أصلا، ولكن أصولها هي الكتاب والسنة والإجماع. أما القياس فهو على دلالة النصوص، دلالة القرآن والسنة. لذلك سأذكر أن اللفظ الواحد يدل على الحكم من 4 أوجه، فيدل عليه بمنطوقه، ويدل عليه بمفهومه، ويدل عليه بقراءته ومقتضاه وتنبيهه، ويدل عليه بمعقوله أي بالقياس عليه. وبهذا لا يبعد القياس عن الكتاب والسنة، لأن الذي يقاس عليه الذي هو الأصل حكمه جاء في الكتاب والسنة، وكذلك استنبطت فهمت منهما، ثم بعد ذلك طبقت على الفرع الملحق بذلك الأصل، فكان ذلك الفرع كالأصل الذي جاء حكمه في الكتاب والسنة. أما الصحابة الكرام فإنهم حصلت في أيامهم الكثيرة، لأن واقعهم لم يختلف كثيرا عن الواقع في العهد النبوي، ولكن حصلت لديهم بعض النوازل، منها ميراث الجد مع الإخوة، وقد حصلت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين توفي ابنه عبد الرحمن وترك 3 أولاد، فمات أحد الأولاد 3، فترك أخوين وترك جدا وهو عمر بن الخطاب. فأراد عمر أن يأخذ تركة هذا الولد من أخويه، وقال: ألست إذا مات إذا مت ورثني دون إخوتي، فكذلك أرثه أنا دون إخوته. فخالفه بذلك زيد بن ثابت وعدد من الصحابة، فقال: كيف أكون له أبا ولا يكون لي ولدا؟ فإن الولد يرثه هو أول ميراث لإخوته، لا يرثه أي أخ ما دام الأب موجودا. فهذه المسألة أشكلت عليهم، وقال فيها علي بن أبي طالب: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليجتهد في مسألة جدي والإخوة، أو فليفتي في مسألة جدي والإخوة. وكذلك منها قضية تعدد الجدات الوارثات، وقد حصل أيام أبي بكر الصديق وأفتى فيها الصديق رضي الله عنه، فقال: إنما هو السدس فخذاه بينكما. وكذلك قضايا متعددة في التركة، منها القضية التي بالمشتركة أو اليمنية الإحتمالية التي بتوريث الإخوة لأم ومنع الإخوة الأشقاء، فلما تكررت القضية مرة أخرى وجاء الإخوة الأشقاء قالوا لعمر: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ فلماذا يرث الإخوة لأم ولا نرث نحن وأمنا واحدة؟ فقال: إنما هو الثلث فهو بينكم. فجاء الأولون فقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وأراد عمر أن تنضبط الفتوى وأن لا يقع فيها الفوضى والإشكالات، لأن الأمر اجتهادي والاجتهاد لا ينسخ بمثله، بل يبقى الاجتهاد الأول: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي.
وكذلك قضية تحرير أمهات الأولاد، وكذلك قضية إيقاع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، ومسائل كثيرة جملة حصلتها جملة النوازل من في أيام القبائل. استقامتي اجتهدوا فيها. الله يفتح عليكم شيخنا. طيب لو وهي انتقلنا تنقسم الآن إلى إلى قسمين، ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه. الله يفتح عليكم ما سيدنا. اتفقوا فيه يكون حجة على من بعدهم، وما أها، اختلفوا فيه هذه نقطة مهمة. يكون الخلاف فيه سائغا فيما بعد. الله يجزيكم الخير. طيب ماذا عن حكم الاجتهاد في النوازل شيخنا؟ وثمة من يتحدث في هذه النقطة حول مسألة الاجتهاد الفردي والفتاوى الفردية، وبين الاجتهاد الجماعي والفتاوى الجماعية. منهم من يرى، أقصد العلماء في زماننا، أن الذهاب إلى الفتاوى الجماعية في هذا الزمان أولى من الذهاب إلى فتاوى فردية فيما يتعلق بنوازل حلت بالأمة في هذا الزمان. بالنسبة للاجتهاد لمن ملكته وهو قادر عليه، هو من التبليغ عن الله ورسوله، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال بلغوا عني ولو آية، وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغ هذه الرسالة إلى الناس، قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أهل الكتاب من قبلنا أن يبينوه وأن لا يكتموه، وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. والعهد مشتمل على وعيد شديد لمن لم يبين ومن لم يبلغ، وذلك شامل لكل من يتصف بهذه الصفة حتى في أمتنا هذه المحمدية. ولكن الاجتهاد في النازلة الواحدة يختلف حكمه، فإذا كانت النازلة قد وقعت بالفعل وسأل عنها مكلف، وسأل عنها من تعنيه صاحب صفة تعلقت بتلك النازلة، وسأل مكلفا عارفا بحكمها، وجب عليه أن يفتي فيها، وهذه الشروط هي التي نظمها أحد الفقهاء، فقال وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له سائله، خاف فوات النازلة حتم عليه أن يجيب سائله، وإلا فلا تجب عليه الفتوى، وبالأخص إذا كان يجد عددا من المفتين الذين يمكن أن يحيل إليهم. قد كنا في المدينة في أيام التابعين، فاشتهر منهم أئمة التابعين أهل الفتوى في المدينة، وكانت النازلة تأتي إلى الأول منهم فيحيلها إلى الثاني والثالث والرابع والخامس حتى ترجع إلى الأول. وقد اشتهر منهم سبعة يسمون بالفقهاء السبعة أو التسعة، وقد نظم ذلك أحد الفقهاء فقال ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، إذا الله قاسما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة. كانوا لا يتجاسرون على الفتوى، لأن الأحاديث جاءت في التنفير من ذلك، وفي الحديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وقد أخذ الله كذلك عهدا غليظا على الناس بعدم القول عليه بغير علم، فجعل ذلك محرما كتحريم الشرك، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد سئل مالك رحمه الله عن 42 مسألة، فقال في 38 منها لا أدري، وأجاب في أربعة، وكان يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقد قال أبو بكر بن دريد رحمه الله من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وقد روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال نصف العلم لا أدري. فلا بد أن يتعود الإنسان على القول فيما لا يعلم، أن يقول الله أعلم، وأن يحيل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما درى حكمه فإن خاف فواته ولم يجد من ينوب عنه في ذلك، فيتعين عليه أن يبلغ رسالات الله وأن لا يهملها، وأن يبذل جهده ووسعه في الوصول.
الوصول إلى الحق فيها. ولذلك هذا بأنه بذل الفقيه الوسعى في تحصيل ظن بالأحكام من الدليل، كما قال السيوطي رحمه الله في كتبه الساطعي: بذل الفقيه الوسعى في تحصيل ظن بالأحكام من الدليل، وذا الفقيه اسم على المجتهد العارف العاقل بالغ العاقل، والعقل حدودي ملكة يدرك معلوم بها، وقيل الإدراك وقيل ما انتهى إلى الضروري فقيه النفس إلى آخره. فهذا الاجتهاد من تأهل له وكان ذلك في نازله فواتها وسئل عنها وجب عليه الافتاء والتبليغ عن الله سبحانه وتعالى والنيابة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا منصب شريف ورفيع، ومع ذلك لا بد فيه من الحذر والاحتياط وعدم القول على الله بغير علم والتريث والرجوع الى النصوص ومراجعه الانسان نفسه في ذلك اكثر من مره، كما كتب عمر في كتابه الى ابي موسى الاشعري: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالامس فراجعت بك فرديت فيه الى رشدك ان ترجع الى الحق، فان الحق قديم لا ينقضه شيء، وان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. والاصل في الاجتهاد ان يكون فرديا، يجتهد الانسان بحسب وسعه وبحسب ما اداه اليه اجتهاده ومعلوماته. وفي زماننا اصبحت العلوم في كثير من الاحيان وبالاخص في الدراسات الجامعيه يميل اهلها الى التخصص، فتجد عالما متخصصا فقط في الاصول، وعالما متخصصا في الفقه، وعالما مختصا في باب الفقه كالويوع او الاكليه او الانكحه، وعالما مختصا في التفسير، وعالما مختصا في الحديث، وقلما تجد عالما مختصا في كل هذه العلوم. فمن ليس مختصا في هذه العلوم يحتاج الى تكميل، وهذا التكميل انما يتم باهل الاختصاص، فحينئذ اذا اجتمع منهم عدد وغطوا هذه المساحات وقلما يوجد ذلك، فحينئذ يكون اجتهادهم جماعيا. ويبقى أن الاجتهاد الجماعي يعرض له كثير من المشكلات، منها عدم تساويهم في الورع، والورع هو أساس في الاجتهاد، ومنها كذلك عدم تساويهم في الفهم وسرعة الاستيعاب، ومنها عدم عيشهم في مكان واحد يدركون هذا الواقع ويفهمون كل تفاصيله وإشكالياته، ومنها كذلك أن الفتوى يجب فيها أن يبذل الإنسان الوسعى حتى يعلم من نفسه أنه وصل إلى حد النهاية ولا يستطيع الزيادة على ما وصل إليه. هذه أمور متعذرة في الاجتهاد الجماعي، ومع ذلك اجتهد أهل زماننا فأقاموا مجامع فقهية، وأغلبها تابع للأنظمة والدول، وعليها ضغوط ولا يعرض عليها ولا تسأل إلا في مسائل ترضى الحكومات وعرضها، وهذه لا شك مشكلة. وأيضا فإن العادة فيها متساوية رغم البول الشاسع والكبير جدا بين الأعضاء المجامع، منهم من هم فعلا علماء، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من هم طلبة علم، ومنهم من هم رسميون يعينون فقط من قبل حكوماتهم، وهذا لا ينكره إلا مكابر وهو واقع، وإذا استوت أصواتهم كان هذا كارثة حقيقية في الفقه. ولست مع هذا أنكر الاجتهاد الجماعي وأنه يحتاج فيه الإنسان إلى من يعتمد عليه، كما كان الشافعي يسأل الإمام أحمد رحمه الله عن علل الحديث ويقول: نحن صيادلة، فأهل العلل يبينون ما يرد على الحديث من العلل وما يخفى فيه مما يضعفه، والمجتهدون من أهل الأصول يستنبطون منه بعد ثبوت صحته، لأن الحديث يبحث فيه من جهتين: جهة الورود وجهة الدلالة. فجهة الورود يختص فيها أهل الحديث وأهل العلل وأهل الرواية، وجهة الاستنباط يختص فيها أهل الدراية وأهل الفهم والاستيعاب واللغة ودلالات الأنفاض والجمع بين النصوص والجمع تعارضات ونحو ذلك. الله يفتح عليكم سيدنا، لكن نعلم أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، إذا ما حلت نازلة أو استحدث أمر معين فضيلة شيخنا الدكتور محمد في مكان ما من هذا العالم، وصدر الحكم والفتوى من علمائنا في هذا المكان باتجاه معين، وكان ذات الأمر المستحدث موجود في مكان آخر لكن الفتاوى صدرت برأي مختلف عن هذا، هل يعد هذا اختلافا محمودا
أم خلافا، أم ثمة مشكلة بالنسبة في لمن الأصل لا في النظر إلى المسألة؟ من لا يستوعب تلك النازلة ولا يعيش واقعها لا يحل له الكلام فيها، أها، هذه نقطة مهمة. كنوازل الأقليات الإسلامية في البلدان الغربية مثلا أو الشرقية، فإن كثيرا من تلك النوازل لا يستوعبها كثير ممن يعيش في البلاد الإسلامية من الفقهاء، ولا يدركون ذلك الواقع الذي يعيشه أولئك القوم وما عليهم من الضغوط والمساحة التي يتحركون فيها من الناحية القانونية والمأذون لهم فيه ونحو ذلك. ومن لم يستوعب هذه الإشكالات لا يحل له الفتوى في تلك النوازل، وإنما يفتي في النوازل التي عنده وقد استوعب إشكالاتها وواقعها. أما تلك الأمور البعيدة عن واقعه فلا يحل له الإفتاء فيها، بل يحيلها إلى من هو أهل الفتوى فيها إن وجد، وإن لم يوجد فلا بد أن يسعى هو لفهم الواقع وأن يتكلف في ذلك عناء حتى يصل إلى ظن يوصله إلى فتوى. الله يفتح عليكم سيدنا. ثمة مسألة أيضا ظهرت في هذه النقطة، ونحن نتحدث عن المخول بالإفتاء في النوازل. في نازلة كورونا التي حلت بالعالم بأسره شيخنا، لاحظنا اختلافا حصل في مسائل متعلقة بأداء العبادات في هذه النازلة مثلا، وما استحدث من أمور وقضايا بفعل هذه النازلة. ولاحظنا أيضا تأخرا أحيانا في بحث بعض القضايا المتعلقة بهذه النازلة وإصدار الأحكام المرتبطة بها، ما جعل الناس في حيرة من أمرهم. وقد سبقت بالسؤال عن مسألة الفتوى الفردية والجماعية، والبعض كان يذهب إلى وينحى باتجاه الفتوى الجماعية ويرفض أن يأخذ باجتهادات علماء أجلاء كبار فصلوا فتواهم بأدلة واضحة كاملة. الحمد لله، لا يجب على الإنسان اتباع مفتي واحد ولا مجمع فقهي واحد أو مجلس فقهي واحد، وإنما يجب عليه أن يتبع ما حصل لديه الظن أو اليقين أنه أقرب لشرع الله وأسعد بالدليل وبالحجة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد، فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يعرف به اتصال الإسناد والجرح والتعديل، والعامي المطلق حظه من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه. فإذا قامت الحجة في المسألة بالدليل والبين الذي ليس له معارض مساو له، حينئذ لا بد من الأخذ، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح، والعوام الذين لا يميزون الراجح من المرجوح إذا قلدوا من يثقون بعلمه وورعه فإن ذلك مجل لهم بين يدي الله، وتبقى المسؤولية عليه هو. فقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استفتي على غير ثبت أو من أفتى على غير ثبت فإثمه على مفتيه، فيكون الإثم حينئذ على المفتي. والنوازل التي تجددت في هذه الحادثة وهذه الكارثة التي أصابت أهل الأرض جميعا ليست مختصة بالعبادات، منها ما يتعلق بالعبادات كما ذكرت كالطهارة والصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة، ومنها ما يتعلق بالجنائز، ومنها ما يتعلق كذلك بالعقود كالأنكحة والبيوع والأكلية والإشارات، ومنها ما يتعلق التزامات الإنسان ديونه وما يحل منها ونحو ذلك. فتعطلت الأسباب وامتنع السفر وتعطلت الطرق، وأدى ذلك إلى كثير من النوازل، ومن أشدها تعقيدا النوازل المالية فيما يتعلق بالالتزامات والديون والأكرية والأقساط التي تدفع ونحو ذلك، والرواتب أيضا، الرواتب في القطاع الخاص. هذه نوازل كبيرة جدا طرحتها هذه الكارثة التي حلت بالأمة الإسلامية، وكثير منها إلى الآن أي، وبعضها بحث على استحياء، وبعضها كما ذكرت كان من الإلحاح بمكان فكثرت فيه الأقوال المتناقضة والمتعارضة، وكل يفتي بما عنده وبما يترجح لديه. الله يفتح عليكم سيدنا. لكن
بكثرة من يفتون قد يحدث إشكالية عند عوام الناس في مسألة محددة، قد ترى أكثر من رأي. وهذا يعيدني للسؤال، أنت ذكرت جملة من السمات والصفات التي يجب أن يتصف بها من يخول بالنظر في هذه المسائل المتعلقة بفقه النوازل والإفتاء فيها والاجتهاد فيها. هل من أشياء خاصة يجب على المتصدر للحكم في فقه النوازل أن يملكها حتى يستطيع الخوض في غمار مثل هذه القضايا؟ أنا أسمع كثيرا من الذين يفتون الآن على الشاشات وعلى الشبكات، وكثير منهم متخصصون في نقطة واحدة ويفتون فتوى تحتاج إلى علوم كبيرة. فمن ليس متخصصا في أصول الفقه ولا في الفقه المذهبي ولا في الفقه المقارن ولا في الأدلة ولا في القواعد الفقهية، وليس لديه اللغة العربية ولا إتقان لدلالات الألفاظ ولا معرفة بالنحو والصرف والبلاغة ومفردات اللغة العربية وتراكيبها، من الصعب جدا أن يفتي في مثل هذه النوازل المتشددة التي هي كبيرة. ومنها ما يترتب عليه أقضية ومشاكل مشكلات كبيرة، مثلا ما ذكرناه في الرواتب. إذا كان بعض الموظفين يعملون في شركة وحددت لهم رواتب من قبل، فتوقف عمل الشركة بالكلية، فلو بقي الإنفاق عليهم كما كان قبل الكارثة والشركة هذا ظلما وجورا على مالك الشركة ويؤدي إلى إفلاسها، ولو نقصوا كذلك أو فصلوا جميعا لكان هذا كارثة عليهم وظلما، لأن هذا أمر سماوي. وهكذا في استئجار المصانع والمحلات والأسواق، فإن الفقهاء قديما يذكرون أن السلطان إذا أمر بإغلاق الحوانيت فإن الإجارة تنفسخ، ولكن الواقع أنه لم يأمر بذلك أمرا كاملا شاملا، وإنما كان ذلك أمرا مؤقتا وحائمة إلى بقاء تلك البضائع والتجارات في تلك المحلات. ولكن الإيجار المرتفع جدا بسبب النشاط التجاري مشكلة، لأنه توقف في وقت هذه الكارثة. وأيضا قضية الزكاة في هذا المجال، فإن عروض التجارة إنما سبب وجوب الزكاة فيها يجري بها، فإذا أغلقت المحلات فإنها لم تعد معروضة للبيع والشراء، ولذلك أصبحت بمثابة البضائع المحتكرة، والمالكية يفرقون بين المدير والمحتكر في الزكاة. الله يفتح عليكم سيدنا. طيب سنختم بالسؤال عن محاذير ومنزلقات قد يقع فيها من يتصدى للحديث في فقه النوازل، وماذا عن الوصايا اللازمة شيخنا لمن يتصدون لهذه المسائل ولمن يقومون بالإفتاء فيها؟ بارك الله فيك. هذا يحتاج أولا إلى يد طولة في الأدلة، وأن يكون الإنسان على كثير من نصوص الحديث ومن نصوص الآثار عن الصحابة الكرام، وأيضا مطلعا على مواقع الإجماع ومطلعا على فقه الخلاف العالي والمذاهب المندرسة، ففيها كثير مما ينفع في النوازل مما يمكن التخريج عليه. وأيضا أن يكون مطلعا على المذاهب وتفصيلاتها، فالذي هو متخصص في مذهب واحد ولم يطلع على ما سواه إذا أفتى في مثل هذه النوازل يوقع الناس في حرج كبير، وفي ذلك إشكالات كبيرة، لأن المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت، ولو أن مجتهد ذلك المذهب حي لكان رأيه مخالفا لهذا الرأي الذي يخرج على مذهبه. ثم إن كثيرا من المفتين فيها ينزلقون وراء عقلي فينقلون فتوى لعالم في عصر من العصور قد اختلف الواقع عن واختلفت النازلة عن تلك النازلة التي أفتى فيها ذلك المفتي تماما. وهذا لا شك من المزالق الكبيرة في الفتوى في النوازل، وكذلك من المزالق الكبيرة فيها التركيز فقط على القضية الكبرى التي هي القضية الشرعية وإهمال القضية الصغرى وهي القضية الواقعية، أن يهمل الإنسان الواقع وتفصيلاته وإشكالاته ويهتم فقط بجانب الدليل. فالدليل قد يكون صحيحا صريحا، لكن صريح فيما يدخل في دلالته،
وهذه المسألة قد لا تكون واقعة في دلالته، ولا يقع عليها ولا يصدق عليها أصلا. وإذا قدر أنه يصدق عليها، فما دلالته عليها؟ هل هي قطعية أو ظنية؟ هل هي من دلالة العام قبل التخصيص، وهل هي من دلالة الخاص إلى آخره؟ وهل لذلك الدليل معارض مساو أو نحو ذلك؟ وهكذا. وهذه المسالك يحتاج فيها إلى تأني، ويحتاج فيها إلى طول يد كثير من الدراسة السابقة، والاطلاع على كثير من أبواب العلم وفنونه. الله عليكم، زادكم من علمه وفضله، شكر الله لكم فضيلة شيخنا الدكتور العلامة محمد الحسن ولد ددو رئيس مركز تكوين العلماء. سعدتنا والوقت صراحة ضاق بنا سريعا، لكن إن شاء الله نسأل الله العظيم أن نوفق لتكون معنا ضيفا في حلقات مقبلة لنؤصل شيئا من هذه المسائل الفقهية المعاصرة وهذه النوازل التي تعيشها الأمة وتطرأ في حياتها. شكرا جزيلا فضيلة شيخنا الدكتور العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء، كنت معنا مباشرة، شكر الله لكم ومتعنا الله بحياتكم إن شاء الله، متعكم بالصحة والعافية. الشكر في الختام موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة والمشاهدة. قضايا معاصرة سيأتيكم بمشيئة الله عبر شاشة قناة درر الفضائية، وجملة من القضايا والموضوعات الفقهية المعاصرة التي تهم المسلم في حياته لتستقيم حياته ومعاشه ودنياه وآخرته كذلك، نطرحها على جملة من علماء الأمة الإسلامية ضمن حلقات هذا البرنامج. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.